ربع الكعب يا شباب عش مليان بيض، ومو بس كذا، الحمامة ما أدري إيش اللي صار فيها بالضبط وتموت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كم الحال يا شباب؟ شو الأخبار؟ أنا عبد الله جميل أبو ماجيك، وش عندنا اليوم؟ ما شاء الله ما شاء الله، مايك جديد يا جماعة الخير، قولوا بسم الله ما شاء الله على المايك الجديد حقي، أمزح مو مايك جديد، المايك حقي خرب ورحت آخذ المايك هذا من خويي. الزبدة يا جماعة الخير، مقطعنا لهذا اليوم أعتقد أنه المفترض أنه يكون قصة، أحس من زمان ما سويت لكم مقطع قصة غير كذا آخر قصة، أعتقد أنه لا معليش آخر قصة ترى كانت حلوة. الزبدة يا جماعة الخير، في آخر أسبوعين أعتقد أنكم كنتم ملاحظين أن نشاطي في القناة يعني ما كان مرة كويس، والسبب في ذلك هو القصة اللي صارت لي واللي راح اتكلم عنها في مقطع اليوم. بس قبل ما اخش في القصة احب اعتذر لكم يعني عن القطعات وعن السحبات وعن التأخر في تنزيل يعني مواعيد المقاطع وكذا، والسبب في ذلك هو القصة اللي صارت لي زي ما قلت لكم. لكن اللي بوصل لكم شباب انه هذه ما هي عادتي وان انا ماني كذا، لا شباب انا انسان مرة معطي اليوتيوب شغلة يعني معطيها احترامها، وهي وظيفتي بالمناسبة، انا اعيش عشان اسوي مقاطع يوتيوب على الاقل في الوقت الحالي، طالما ان شغلة اليوتيوب حلوة وانا مبسوط فيها وانتم مبسوطين بمقاطعي اعتقد اني راح استمر. عموما زي ما قلت لكم شباب اعتذر عن السحبة وعن القطعات او عدم الانتظام خلينا اللي كان في الفترة اللي راحت، وان شاء الله من اليوم رايح راح نرجع لنفس المستوى اللي كنا عليه بمقاطع حلوة وافكار ممتازة. عموما يا شباب طولت كثير في المقدمات، لهذا اتمنى من الجميع يا جماعة خيركم تشتركون في القناة، عبد الله جميل دائما وابدا راح يقدم لكم مقاطع ذات جودة عالية، فاشترك في القناة وفعل زر التنبيهات. عموما ما نطول كثير في المقدمات، خلينا ندخل في القصة، ليتس جو. طيب يا شباب ما اعرف كيف ابدا القصة صراحة، ولكن خلينا نرجع بالايام 4 إلى 5 شهور لورا. اوكي انا شباب اعتقد انكم تعرفون شغلة كانت في غرفتي، كنت تلاحظونها حتى في مقاطعي القديمة. دقيقة، اوكي مكيف الغرفة عندي، اوكي شفتم مكيف الغرفة الجديد صح؟ اوكي هذا ريموت المكيف حلوي. قبل هذا المكيف يا شباب كان عندي مكيف شباك او مكيف جداري، جنرال الاصلي اللي عليه همزة، ما اعرف ليش الشيبان دائما يمجدون اي شيء جنرال. ارحم ايام زمان، ايام ما كان المكيف مكيف، ايام ما كانت تصنيعات جودة، كذابين والله معليش شباب. الجودة الحين الشركات الان تصنع المنتجات باحسن جودة ممكن تشوفونها، القديم والله معليش قديم ومغبر وخرابات ومرة كثير. عموما يا شباب كان زمان عندي مكيف جداري، قبل 5 إلى 4 شهور من الآن غيرته إلى المكيف السبلت اللي أنا يعني دوبني شغلته بحكم إني يعني حران شويتين. عموما المكيف الجديد حلو ممتاز كل شيء أنا مبسوط منه. تمر الأيام وتمر الأربع شهور وتجي هذيك اللحظة اللي المكيف حقي يقرر إنه يخرب فيه، مو بس يخرب فيه شباب لا ينزل علي موية، وهذه بالمناسبة معلومة جديدة دوبني أعرفها، ما أدري إذا أنتم تعرفونها قبل يا شباب، لكن اللي يعرفها قبلي أتمنى لو يأكد لي تحت في التعليقات. المكيف السبلت إذا ما نظفت الفلتر حقه يروح ينقط عليك موية كذا، يقطر موية كذا والله موية شباب، تعرفون المكيف هنا فوق، شو المكيف هنا زبد، المكيف ينقط مويه كذا على الجهاز وعلى الكمبيوتر وعلى السيت اب كامل انعدم، والله العظيم ارفع الكيبورد احصل تحته كومه مويه. طبعا هذا الجزء الممتع في القصه، هذا الجزء السهل، تعالوا للجزء الغثيث والجزء الصعب. قبل ما تصير لي هرجه المويه وهرجه المكيف السبلت وهرجه تنظيف الفلتر صارت لي هرجه افظع منها يا اخوان. تتذكروني قلت لكم غيرت مكيف الجدار؟ احنا نعرف انه مكيف الجدار لازم احفر له حفره في الجدار واحط يعني المكيف فيه، طبعا انا بحكم اني غيرت المكيف فالفتحه ما زالت موجود، فتحه المكيف يا شباب كانت موجوده طوال الاربع شهور اللي راحت. كيف قفلت الفتحه يا عبد الله؟ والله جبت قطعه بلاكاش، ما تعرفون وش البلاكاش، بلاكاش يعتبر قطعه خشب بس مره نحيفه اوكي، وادق عليها 4 مسامير في الجدار، 1 2 3 4 حلو غطيت فتحه المكيف ممتاز حليت المشكله. طيب الشكل الغبي قطعه خشب في نص جدار لونه رمادي ايش اسوي له؟ والله يا طويل العمر اجيب عوازل الصوت، ما ادري شباب اذا انتم شايفين ولا لا، عند الجدار هذا الشيء اللي هنا، هذه شباب زي الفلين كذا او ماده غريبه ما اعرف وش بالضبط، الزبده انه المقصد منها انك تلصقها على الجدار على اساس انها تذبح الصدى. ارجع اقول لكم عبد الله جميل دائما يحرص على ان يسوي لكم مقاطع ذات جوده عاليه، حتى الصوت لازم يكون ذو جوده عاليه، فلو ترجعون لمعظم مقاطعي راح تلاحظون ان الصوت ابدا ما في صدى، دائما اسوي لكم مقاطع صوتها كويس، الفيديو حقها مدري الصوره حقتها كويسه، هذا مقاطعي وهذا مستواي المعهود في اليوتيوب يا شباب. عموما والله عبد الله جميل وقتها فكر وقال اسمع يا ولد خليني اجيب من هذه عوازل الصوت مدري معالجه الصوت هذه اللي تذبح الصدى، والغم الجدار اللي عندي والله واخذ لك اشكال رمادي واحمر، الغم الجدار كامل اظبط ديكور وشكل حلوين، ظبطت المكان الشكل صار ولا اروع، اقسم بالله شباب بحط لكم دحين صوره، الشكل يفتح النفس صراحه، شويتين كذا يومين على 3 ايام والله وينزل المطر ومعاها هذيك الرياح القويه اللي تطير البلاكاش وتوصله عند السرير اللي ورا، اقسم بالله العظيم يا جماعه الخير اتذكر انا كنت وقتها يعني برا البيت، ارجع البيت اطالع اقول ايش فيه؟ ايش الجريمه اللي صارت هنا؟ تمر الايام يا شباب بعدها ظبطت فتحه البلاكاش طبعا، وبحكم اني يعني انسان توقعت ان تنزل امطار ثانيه، فقلت اسمع ما في امي حيل ارجع اركب العوازل هذه، مدري حقت المعالجه ذي حقت الصوت
صوت الفوم، فقلت يا ولد اسحب عليها واجرب الصوت. يا شباب ما كان في صدى للامانه فمشيت، وقلت اصلا هذه الجزئيه ما هي باينه في الكاميرا ولا واحد من المتابعين شافها من قبل فما يحتاج. وتمر الايام يا شباب وتمر الاشهر، 4 شهور بعد هذه الحاله الا وتجيك هذيك الحمامه اللي تعشعش عندي هنا في الفتحه حقه المكيف ورا البلاكاج دايركت. رب الكعبه يا شباب عش مليان بيض، ومو بس كذا الحمامه ما ادري ايش اللي صار فيها بالضبط وتموت، وريحة حمام ميت معفنة تدخل في الغرفة يا شباب، وسخ في كل مكان، وديدان ديدان تعرفون الديدان اللي تجي تاكل الجثث الميتة، في كل مكان ديدان كذا انتشرت في أنحاء الغرفة. والله العظيم يا شباب أكون قاعد على الكمبيوتر كذا أجي أشيل رجلي أحصل دودة قاعدة تلحس رجلي. سلامات سلامات، ديدان وسخ في كل مكان يا شباب، الغرفة حقتي انعدمت وتوسخت بشكل غير طبيعي، وأبدأ أنا معها بحملة النظافة الشاملة، أشيل عش الحمام وادفه واجيب هذيك المويه. اصبر خلني اوريكم المويه اللي استخدمتها، هذا المحلول اللي استخدمته. اوكي تجاهلوا مقص الحلاقه اللي هنا، هذا المحلول اللي استخدمته يا شباب، مويه وديتول معطر وربي خلطه سحريه ترى. الزبده وانظف في كل مكان وامسح واشيل واحط واعقم المنطقه هذه كلها وانظف الغرفه وامسحها واقلبها. يا شباب قعدت يمكن على هذا الحال اسبوع كامل، كل شويتين اكتشف مكان جديد للديدان. الماوس مات حقتي هذه شو تعرفون هذه القطعه اللي تحط عليها الماوس والكيبورد، والله العظيم يا عيال اقلبها كذا ارفعها كذا من تحت على فوق اطالع ديدان، ما ادري يمكن بيض ديدان جمعها ديدان كل شويتين يتوالدون، تعرفون عدد الديدان يولدون بسرعه. والله وحمله تنظيف شامله للغرفه نظافه فوق تمام، الله يهديها سوت لي سبسكرايب، سوت سبسكرايب وفعلت التنبيهات، لا وقالت لعيالها روحوا سووا سبسكرايب، الديدان يا عيال سوت لي سبسكرايب في كل مكان، والله احلى اشتراك، ديدان ما توقف كل شويتين تتابع. شباب حطوا سبسكرايب اوكي، يعني ما احتاج اذكركم يعني تلميح اكثر من كذا ما اقدر والله العظيم. عموما قررت بعدها يا شباب اني اغطي فتحه المكيف، ايش الفكره اللي جات في بالي على اساس والله اغطي يعني فتحه المكيف، قلت اسمعوا ايش رايكم افصل زي الطاقه كذا واحطها مكان الفتحه، منها اناره ومنها شكل حلو ومنها يعني اعالج المشكله اللي كانت عندي، فهذا اللي سويته بالضبط وصار هذا شكل السيت اب عندي يعني حاليا. بحاول اني ارفق لكم صوره الحين له، زي ما انتم شايفين يعني الشكل ما هو احسن شيء ممكن لكن يعتبر مقبول الى حد ما. الشيء اللي ما تعرفونه يا شباب عني انه انا يمكن اغير الديكور هذا بالكامل، يمكن اغير ديكور الغرفه هذا كله، ويمكن اصلا انقل سكن من مكه ما عاد استمر في العيش في مكه. اوكي هذه معلومه اضافيه اعتقد انه ما كان مفروض تعرفونها ولكن اوكي عرفتوها الحين، في الايام الجايه يمكن انقل سكن من مدينه مكه يمكن انقل لمدينه ثانيه، فابغاكم تحت في التعليقات تكتبوا لي ايش المدينه اللي تتوقعون اني ممكن انقل لها. اوكي عموما خلينا نمشي الزمن شويتين، تتذكرون كنت اقول لكم حمله المكافحه الشامله، لا ارجعوا شويتين، اللي تابعوني في سناب يعرفون ان المكيف صارت لي مشكله في المكيف السبليت، تتذكرون كنت اقول لكم ينقط مويه، انا دوبني ادري يا جماعه الخير انه فلتر المكيف اذا ما نظفته يقوم ينقط عليك مويه، ما ادري ايش الشيء اللي يصير فيه بس اعتقد انه مجرى المويه تعرفون دائما المكيفات تنقط مويه، هذا الشيء معروف بسبب عمليات التبريد، مدري ايش الشيء اللي يصير جوا المكيف ينتج عنه مويه زايده كذا المكيف يقوم يصرفها. عموما انا دوبني ادري هذه المعلومه صراحه، واعتقد انه التفسير المنطقي لهذا الشيء انه فلتر الهواء، يعني ما ادري ايش الشيء اللي يصير بالضبط لكن الغبار يروح يتحول على مجرى المويه ويسده، فتصير المويه بدل ما تنزل من الطرف لا ترجع للطرف الاول، بدل ما تروح للطرف بي لا ترجع للطرف اي وتنزل كذا وتنقط عليك. هذه المعلومه دوبني ادري عنها صراحه. ومن هذا المقطع اعتقد لو بعضكم يطلع بفائده انه لازم انظف فلتر المكيف السبليت دائما واحرص على نظافته اعتقد انه هذا الشيء كافي، فاي واحد تابع هذا المقطع الحين روح نظف فلتر المكيف حقك الان، لا يقوم ينقط عليك مويه ويعدم لك السيت اب، ولا تجي حمامه ثانيه تسوي لك سبسكرايب توسخ المكان، اذا عندك فتحه مكيف غطيها الله يرحم لي امك وسوي نفس الشيء اللي انا سويته. بالمناسبه يا شباب في وضعيه في المكيف زي علامه المويه كذا، لاحظوا اني شغلتها ما ادري اذا انتم شايفين يا شباب بس شايفين علامه المويه هذه اللي فوق، كذا المكيف يبرد وكذا المكيف ينزل مويه، هذه الوضعيه اذا شغلتها الظاهر مجرى المويه يتصرف فيصير المكيف يطلع كل المويه اللي مخزنها فيه، هذه المعلومه ماني متاكد منها يا شباب لكن يقول لك هذه الوضعيه لازم اشغلها على الاقل مره في الاسبوع لمده ساعه الى ساعتين على اساس ان المويه اللي في مجرى المكيف تطلع. اوكي زبده الموضوع واللي بوصل لكم، الفتره اللي راحت كانت فتره ناشفه لي في اليوتيوب كنت مره مقصر فيها، لكن اللي بوصل لكم انه نو انا ماني في هذا الشيء، انا دائما انسان معطي شغله اليوتيوب احترام ودائما انزل لكم مقاطع حلو، وسنه 2019 ترى توها ما راح منها غير شهر، باقي عندنا 11 شهر بتشوفون فيها مقاطع يا شباب، والله العظيم نظرتكم فيني انا راح تتغير وتقولون مين الانسان الخرافي المبدعون يعني شكلي والله اني قوي، فانتظروا المقاطع الجايه اللي بتنزل في عام 2019 راح تشوفون محتوى مختلف ومستوى جديد من الانتاج ما سبق لكم انكم تشوفونه في اي قناه ثانيه، هذا رقم واحد. رقم اثنين احب اعتذر لكم عن التقطع اللي صار وعن عدم التنظيم زي ما قلنا في البدايه، وان شاء الله هذا الشيء ما راح يتكرر الا يعني في حال قدر الله. الشيء الثالث يا شباب نظفوا مكيفاتكم،
اوكي واضغطوا على زر السبسكرايب على هذا المقطع. ليش ما تسوي سبسكرايب للقناة؟ سوي سبسكرايب حبيبي، فعل زر التنبيهات وبس. والله شباب اعتقد هذا هو مقطعنا لهذا اليوم، سالفة الحمامة اللي سوت لي سبسكرايب. على اي حال يعطيكم الف عافية على المشاهدة، اتمنى من كل قلبي يكون المقطع هذا عجبكم. في حال عجبكم المقطع شاركونا بدعمكم بلايك، واشتركوا برضو في القناة اذا ما كنتم مشتركين. انا عبد الله جميل، تحصلوني على سناب شات وانستغرام وحساباتي في مواقع التواصل الاجتماعي اللي راح تحصلوني قدامكم الان، وبرضو موجودة في الديسكربشن تحت، شيكوا عليها وبرضو اعطوني فولو هناك. الله يعطيكم الف عافية، خلينا نشوفكم باذن الله في المقطع الجاي على خير. سلام عليكم.